Para jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita mulai membaca Maulid tiba. Dengan khusyuk dan hudur, dengan harapan semoga bacaan kita pada malam hari ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya, akan mampu mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita membaca dengan khusyuk, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konsentrasi, kemudian kita fokus dan kita serius. Oleh karena itu, kepada jamaah, teman-teman semuanya yang hadir maupun para panitia, demi kekhusyuan kita dalam membaca Maulid tiba ini, saya berharap semuanya tidak merokok dulu sampai kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini usai, rampung dengan khidmat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita awali pembacaan ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأتباعه أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الشهداء والعلماء والأولياء والصالحين، خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح صاحب المولد اتباع الشيخ عبد الرحمن الديباعي وجميع أولاده وجميع تلاميذه من الصلحاء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أولياء التسعة ولسانه، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا، خصوصا إلى أرواح جميع المرحومين والعلماء والشهداء والأولياء الصالحين في هذه القرية كونغ أنيار، خصوصا إلى روح باتا جونغ ألام، ثم إلى روح باسو كرياتي، ثم إلى روح با داسيمان، ثم إلى روح با محمود، ثم إلى روح با أمير زامهوري، ثم إلى روح كي هاجي محمد ياسين، ثم إلى روح هاجي محمد إلياس، ثم إلى روح هاجي حسين، ثم إلى روح هاجي محمد توفيق، ثم إلى روح هاجي محمد طيب، ثم إلى روح كي هاجي عبد الرحيم، ثم إلى روح كي هاجي عبد الله فتح ياسين، ثم إلى روح كي هاجي عبد الله مسعود ياسين، ثم إلى روح كي هاجي حسن الله عبد الرحيم، ثم إلى روح هاجي علي حسين، ثم إلى روح هاجي إمام الزركسي،
ثم إلى روحي أستاذ سوتريسنو، ثم إلى روحتي إبو سامبيني، ثم إلى روح جميع أموات المسلمين والمسلمات في هذه القرية خاصة وعامة في بلداننا هذه إندونيسيا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم بأسرارهم بعلومهم ونفحاتهم وبمجاهدتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى ما نوينا وعلى ما نويكم وعلى ما نوى أسلافنا الصالح بنية صالحة وبنية قبول والجمال والكمال وللنفع لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومنى، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب بلغ الوسيلة، يا رب خص بالفضيلة، يا رب صل على يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلالة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا، وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجالا، يا رب صل على صل عليه وسلم، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي تغشانا بنوره، يا رب حفظانك وأمانك، يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على السلام عليك أين الأنبياء السلام السلام عليك قال أدقي السلام علي السلام عليك أصفى الأصفياء السلام علي السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام علي السلام عليك طه يا
السلام على المشافع بالقيامة السلام عليه السلام عليك زين الأرض صلى الله عليه وبارك علي وعلى آلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذل على محمد حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عتبتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوم فلتئد فينا نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخايف منا فاعلم هذا وكن يا رسول الله
يدي رتا وإلى السبطين لا تسبوا نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلفوا منه سادات رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يدي رتا مصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يدي رتا واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يدي العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب
يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يسالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك سلام محمد يا خير مولود يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بخضومي هذا الحبيب
الله الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم صلى الله على حبيبك خير الخلق كل بي على حبيبك أم هبت الريح من تلقائك ظمتي وأومض البرق في والماء من عظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم.
خير من يمشي على قدمي محمد النور الهادي من الظلم محمد النور الهادي على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كله الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الله فما لي عينيك إن قلت فماتت وما لي قلبك إن قلت استفق يا هيمي فما لي عينيك إن قلت فماتت وما لي قلبك بك إن قلت استفق يا هيمي أيحسب الصبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومطالب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم الله فكيف تنكر حب بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خاطئ
الطي عبرت وظلت وأثبت الوجد خطي عبرت وظلت مثل البهار على خديك والعنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم أبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم
ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق الثاقب قدمه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين ناذب يداه تدهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أودي يعفو ولا يعاكب وإن خوصم يصمد ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب وإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت دربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لحت كواكب على خير من ركب النجائب صلاة الله ما لحت كواكب على مدى خير من ركب حبائب فدا
I'm
سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في الصلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار
ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبويا وهما لم يلتقيا على سفاخ قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. صلوا على النبي محمد. النبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف، يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال. قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. والثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فازلوا، فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم، ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم ورائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطيرا. اللهم صل وسلم وبارك لي
حشرات نطفي به نار الجحيم الحاضمة المصطفى Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه يا موعد
يا كريم الوالدين أحوضك صافي مبرك الله الله وردنا يوم النشور الله يا سألك
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عني سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد وكريم الأرواح منا بلقى خير الأنام يا الله أمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه